نظمت مديرية أوقاف الزرقاء لقاءً حوارياً بمناسبة أسبوع الوئام بين الأديان، حيث أكد محافظ الزرقاء محمد السمرات خلال اللقاء الذي حضره رجال دين مسيحيين ومسلمين أن الأردن يعتبر نموذجاً فريداً ومثالاً يحتذى في المحبة والتسامح والعيش المشترك. وفي كلمته بيّن راعي كنيسة الروم الكاثوليك بالزرقاء الأب خالد شعبان أن هذه اللقاءات الحوارية تهدف إلى تعزيز الثقة بين أتباع الديانات السماوية وتسخير دور العبادة من مساجد وكنائس لتفويت الفرصة على المتطرفين من شتى الديانات. وأجمع المتحدثون على أن الأردنيين جميعاً يقفون بخندق الوطن ويلتفون حول قيادتهم الهاشمية. وجرى في ختام اللقاء الحواري نقاش تركز على ترسيخ المحبة والوئام بين أبناء المجتمع الأردني الواحد.